وسهلا وبشرى، بشرى الى جميع اللبنانيين. بمبلغ زغطور هالقد صار فيكم تحكوا على الخليوي وعلى التليفون هالقد. حضرتوا ممثل قطاع الخليوي بلبنان، وحضرتوا المسؤول عن هيئه اجاره للاتصالات والانترنت، تفضلوا اشرحوا لنا عن اليه تخفيض فواتير الخليوي. ولا اهول من هيك، اتصل فيي معالي الوزير. توت 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 توت. رجع جرب. توت 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 توت. هلا اتصل بمدامتك. توت 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 توت. مش عم يعلق ولا مطرح. شفت كيف؟ هيك رح تنخفض فاتورتك اكثر من 50%. اللي ليش؟ لانه اكثر من نص اتصالاتك ما بتعلق فبتلغيها. حلو. ولكن شو رح يصير بهالوقت؟ رح تلجأ لعندي لقطاعي انا، قطاع الانترنت، ويلي ما قدرت تقوله عبر الاتصال الخليوي بتبعته بالواتساب مثلا عبر رسالة ولكن من خلالي. اها صحيح، يعني يلي كنت بدي اقول له اياه رح ابعث له اياه على شكل رسالة من خلالي انا. جرب معالي الوزير. عزيزي كيفك؟ فينا نلتقى؟ ابعث له اياها. بعتها عبر تقنية الـ SLHAFAT. هي تقنية معتمدة فقط بثلاث بلدان بالعالم: لبنان، الصومال، والسودان. بصراحة أنا بتهمني الكلفة، هل لهذه التقنية كلفة مخفضة على المواطن؟ معلوم، رسالة مثل هاي شو كلفتها؟ ورقة خس بس. ليك شو عم تعمل؟ ليك عم تعمل داونلود. آه انزل. لذيذة.